الآن التفجير مثلا للتفجير لما يصير فيه تفجير للمحية ويموتون مسلمين بواسطة، وش رأيك أنت؟ هذه مو بنا اللي يجيب عنها، هذا أجاب عنها أهل العلم القديم. إيش قالوا؟ وش اسمه ابن تيمية رحمة الله في فتاوى قال قد أجمع العلماء أنه إذا أن الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من المسلمين اتخذهم تروس، يعني دروع بشري كما يقال، وخيف على المسلمين الضرر قوتلوا، وإن أفضى ذلك إلى قتل معهم المسلمين، كل المسلمين معهم يقتلون شهداء. قال وإن لم يخف على المسلمين الضرر ففيه قولان مشهوران للعلماء. هذا قال ابن تيمية في الفتاوى. فإذا كان لا شك أنه إذا استطعنا أن نحرز المسلمين نبعدهم لا شك يجب، لكن إذا ما استطعنا نقتلهم. إذا لا مهم نقتلهم. أفرض فيه واحد أنه كافر على رأيك أنه بنقتله، هو جاي مسالم جاي من بعقد وساكن في مجمع وكلهم أصبر وعرب مسلمين ساكنين عنده، نندف هالمجمع الآن نموت خلق الله عشان واحد؟ لا شوف أجل هذا اللي صار بالمحية. لا مو بصحيح. إلا اللي ماتوا المحية أكثر اللي فيه كفار. ما في كفار على أكثر مسلمين، أجيب لك الأرقام ولا خلك في يوجد مع مسلمين يمكن، لكن أكثرهم كانوا كفار. ما يا شيخ الأكثرية مسلمين وليسوا كفار. أصلي مرتدين. وهم مرتدين مسلمين يشهدون لا إله إلا بزرين والأطفال ماتوا عمرهم بنيات عمرهم على 7 سنين و7 سنين وش ذنب هذه؟ بأي ذنب قتلت؟ يسألك الله بيوم القيامة قل لكم ذبحتوا ذي. هذه بالنسبة لقتل النساء والأطفال، قتل النساء والأطفال عمدا لا يجوز. طيب الأمن العام الشرطة عفوا قتل النساء والأطفال عمدا لا يجوز، لكن ضمنا بدون قصد يجوز، هذا معفو عنه. مو عندي أعطيك الدليل. الحديث في الصحيحين، حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، يعني في الليل يهجم عليهم بحيث ما يفرق بينهم. أيوة. يبيتون فيصاب النساء والولدان ضمنهم بدون قصد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. وطبعا بوب له أئمة الحديث منهم أبو داود في السنن، راجع عن شيء في سنن أبي داود عليها شروح أهل العلم قديمة معروفة. قال وجمع بينه وبين الحديث الأخرى التي فيها النهي عن قتل النساء والصبيان، قال الجمع بينها واضح ما فيه إشكال، وهو أن المحرم هو تعمد قتل النساء والصبيان، أما إذا هجم على الكفار وفي ضمن النساء ولم يستطع إحرازهم عنهم واجتهد الإنسان في أن لا يصيبهم وأصابهم بدون قصد فهم معفون. طيب الإمام أحمد أصلا يحرم الخروج إذا كان هناك إغراق الدم واحد وشخص؟ مو بصح. إلا هذا صحيح، هذا مذهب الحنابلة في عدم قتل الناس وإباحة دمائهم. مو بصح. نصوص الكتاب والسنة توجب، مو بتبيح، توجب الخروج على الحاكم الذي يتبين منه الكفر.